قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للجنة بابا لا يدخل منه إلا الصائمون. فرصة دعانا الله تعالى إليها لاغتنامها في هذا الشهر الفضيل من خلال أداء طاعة وعبادة الصيام، غفل عنها أو تغافل عنها البعض، وهم بذلك حرموا أنفسهم من الدخول إلى باب رحمة الله سبحانه وتعالى بحرمانهم من أداء هذه الطاعة وهذه العبادة. ليس ذلك فحسب، بل هم يبارزون الله بالمعصية ويتحدون الله، إذ يتجاهرون بالإفطار أمام الناس، وهم بذلك يهتكون حرمة الشهر الفضيل. إن كنت قد حرمت نفسك من الصيام في هذا الشهر الفضيل، فلا تهتك حرمة الشهر بالتجاهر بالإفطار. حافظ على حرمة الشهر قدر المستطاع، حتى وإن كنت مفطرا بعذر أو بغير عذر. إن كان إفطارك بعذر فكان بها، وإن لم يكن بعذر فأمرك إلى الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه أن يوفقنا لطاعته في هذا الشهر الفضيل، وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم.